حفظكم الله. تقول: إذا مر الطفل الصغير أمام المصلين فهل يقطع صلاتهم وتجب إعادتها أم لا؟ لا يقطع صلاته. المرور بين يدي المصلي محرم، ولكنه لا يقطع الصلاة إلا ما جاء في المرأة والحمار والكلب، هذه مخصصة. وأما مرور غير هذه الثلاثة أمام المصلي فإن المار يأثم ولكن لا يقطع الصلاة. نعم. فيما ذكرتم شيخ من حديث من قطع الثلاثة في الصلاة، هذه محل خلاف بين العلماء، هل تقطع الصلاة قطعا بمعنى الإبطال، أو أنها تقطع الصلاة بمعنى أنها تقطع ثوابها فقط ولا تبطل الصلاة بذلك؟ خلاف بين العلماء. نعم. كيف نرد على من يدندن حوله ويروى أن عائشة رضي الله عنها قالت: سويت ولا بالحمير؟ هذا لم يثبت عندها الحديث، إلا لو بلغها الحديث وثبت عندها نعم لما ساغ لها أن تخالفه. نعم.